معي بكلينيك اليوم دكتور بيير جميل، أخصائي جراحة عظم ومفاصل وعمود فقري. صباح الخير دكتور. صباح النور دكتور جميل. حضرتك أمين عام الجمعية اللبنانية لجراحة العظم. مزبوط. اليوم رح نحكي عن التطويل، تطويل العظم طبعا. بدنا هيك نتذكر شوي كيف كانت الجراحات القديمة، بما أنه اليوم رح نحكي عن التقنية الجديدة، أحدث تقنية لتطويل العظم. نحن قبل طبعا كان في جراحات، وحضرتك من الأوائل اللي عملوا جراحة تطوير العظم. لمين كانت تصير؟ قديه كان يطول العظم؟ بأي يمكن conditions كانت تصير؟ وهل في ناس ما كانوا يقدروا يعملوها؟ يعني بسرعة بقدر أقول أنه تطوير العظم صار من 1960 أكثر، 1950 قبل. نعم. قبل من أيام إليزاروف، أول ما اخترع الجهاز اللي بيبقى معقد ومعجق حتى يطول العظم، وما كان يطول القامة، ما كانت قضية عملية تطويل قامة، كانت عملية تطويل العظم، لأن في فرق بين طول الإجرين مثلا، أو شخص عمل أكسيدون وصار نقص من عظمه، أو شخص معه شلل أطفال أو شو ما كان، فرق بين طول الإجرين، نعمل التطويل للعظم حتى يصير إجابته لبعضهم. بس طريقة تطويل القامة يلي هي تطويل الأشخاص يلي هني نسبيا صار بالطول ويلي إجمالا أعمارهم بين 16 وال 50 سنة، بنقدر نعمله عملية تطويل. الطريقة القديمة تطورت نتفة، ومن شي 15 سنة كنا عم نستعمل، لحد هلا عم نستعمل طريقة الميكانيك، يعني منحط مسمار نخاعي بسموه انتراميدولي رينال كلو سنتروميدولير جوات العظم، ومنطول بطريقة ميكانيك، يعني الشخص اللي بده يطول حاله بيعمل حركة معينة كل يوم، 50 حركة بيعملها ريبيتيتيف ورا بعضها، يعني بحرك اجره بطريقه معينه، طريقه معينه. نعم. حتى نطوله 1 مليمتر برجور، بصير يطول كل يوم 1 مليمتر، يعني بنقدر نطول ل 10 سنتيمتر، بيربح ال 10 سنتيمتر ب 3 اشهر تقريبا، بياخذهم كل يوم 1 مليمتر. يعني ما بنشتغل على مدى 10 ايام متتاليين طبعا، لا ورا بعضهم بتكون اكيد شوي. ورا بعض بتكون، لانه مثل ما بنعرف انه وقت بنقص العظم بنبلش نبعده عن بعضه، نتفه ونتفه هيك، كل ما يبعد العظم محل عن بعضه بيجي بيربى عظم بين اثنين. نعم. وقتها بيبعد 10 سنتيمتر او 8 سنتيمتر عن بعضه بيعبي كله عظم. نعم. ليش بيرجع بيربى العظم؟ اي بيرجع بياخذ كل المميزات تبع العظم والمكونات حتى اقوى كمان، هلا في اشخاص اللي عملوا تطويل عظمه بيصير اقوى حتى. هلا في شغله مهمه كمان، ليش ما مطول فجاه؟ لا ما بنقدر نشد الاعصاب والشرايين، بتجيب الدم والعضلات والاوتار كله سوا، ما بنقدر نطوله 10 سنتيمتر فرد نهار، كل يوم 1 مليمتر، لان هالعصب التخين يلي هو بالاجر بنسميه نيرسياتيك، عصب الانسة بسموه نيرسياتيك، يلي هو كتير تخين بده يطول، بيطول معه الشخص، نترك مجال لهالاشياء تربى، تطول تربى، نتفل في بتوصل للعشرة سنتيمتر. نعم. بتطويل كل يوم. هل مسمار اللي عم تحكي عنه يمكن بيعرفوه بقضيب الفضة او ايه قضيب فضة؟ مزبوط. تسميته هلا ميكانيك عم نستعمله. نعم. وين بينحط؟ بقلب العظم، جوات العظم، بقلب الورق الاجر الفخذ، بقلب عظمة الفخذ او عظمة الساق تحت الجامب. أه. الليج. نعم. اذا عم تطول الفخذ او الـ او الـ او الساق. نعم. هلا كيف بيصير التطويلات؟ طبعا في جراحة، في جراحة مثل ما عم نشوف على الصورة. نعم. بين قدامنا اللي وفي كان ميك بالنسبة لل نعم تبين الفرق ليش هيداك بيبقى اول شيء فيها مخاطر. نعم. في التهاب باللي في سكارز الجروح كثير بشعه. دكتور بيير جميل بدي اعتذر منك ومن المشاهدين على هالعطل التقني الصغير اللي صار معنا، ورح نتابع حديثنا طبعا عن تطويل القامة، تطويل العظم، مع دكتور بيير جميل اخصائي جراحة عظم ومفاصل
وعمود فقري. دكتور، كنا عم نحكي طبعا عن التقنيه القديمه، قلنا عندها بعض المشاكل، عملت بعض يمكن السايد افكتس، انما اليوم عنا التقنيه الجديده، شو الفرق بينها وبين التقنيه القديمه؟ هلا مثل ما عم نشوف على الصوره هلا المير على قدامنا على الشاشه، بين انه هيدا السيستم اللي زاروف يلي هو معقد، بدك تشوف هيدا دير من دار الاجر بيبقى موجود. نعم. كيف هو معقد في بقلبه فياش. بالنسبه للكلو الجديد هلا اللي بينحط بقلب العظم ما ببين شيء، ونشوف نشوف كيف عم بتطول العظم للتونت فيه، اكيد هيدا عظم مش حقيقي، هيدي الماكيت تبعيتها. فاذا هيدول هن البنفيت، الفرق بين العادي وبين العمليه الجديده والقديمه. كنا نعملها كانوا يصير في التهاب بالفياش، يصير في ديفورماسيون، يعني تكون بعلم العظم عم نطوله ما يبقى تابع السكه تبعيته، يصير في اعوجاج والتواء بالعظم، التهاب الفياش مثل ما قلنا، السكارز والجروحات تبقى بشعه، اوجاع كتير مهمه، اوقات التهاب العظم بنجبر نشيله ونوقف التطويل. كانت هيدي الطريقه القديمه. هلا الطريقه الجديده تبع الميكانيك من صار لنا 15 سنه تقريبا عم نعملها، كتير كويسه، عظيمه كتير، وعم نعملها لحد هلا. هيدي التقنيه الجديده عم نشوفها هلا، هي هيدا الكلو او المسمار النخاعي اللي عم نشوفه قدامنا، وموصول عليه ريسيفر والترانسميتر الموجود، هيدا بيبقى برات الجسم. نعم. هيدي المكنه مثل ريموت كنترول، يعني بنحط النيل الكلو بقلب العظم، المسمار بقلب العظم، وبصير الشخص هو كل يوم يطول حاله 1 مليمتر بكبسه زر صغيره على الاله اللي شايفينها قدامنا هلا على الشاشه. هيدي الترانسميتر تبع الاله تبعت للريسيفر، الريسيفر موجود تحت. نعم. الجلد خلال العمليه تبقى تحت الجلد موصولي حتى تطول الكلوك اليوم 1 مليمتر. دكتور، بين يوم بين 1 مليمتر و 1 مليمتر قد ايه، كم يوم لازم يكون في فرق؟ كل يوم 24 ساعة، يعني ب 10 ايام بيكون طولان 1 سنتيمتر. ما فهمت. ب 10 ايام 1 سنتيمتر. نعم صح صح مزبوط. ب 100 نهار بيطول 10 سنتيمتر، 100 نهار يعني تقريبا 3 اشهر. نعم نعم تقريبا 3 اشهر. شو الريسك اللي خف هون؟ الريسك المهم اول شيء في اشخاص بنعطيهم حتى يحركوا ميكانيكمون اجريهم ما يعملوها. لازم يعملوا كين تقريبا 50 حركه كل يوم حتى يطول 1 مليمتر، يا يتكسلنوا ما يحركوا، يا بالعكس يقول انا بدي اطول بسرعه، يصير يحرك اجره بسرعه اكثر واكثر حتى يطول زياده. نعم. يصير يطول مثل ما عم نشوف على الشاشه هلا. هيدي الطريقه الجديده، اول شيء بنقص العظم من صوب الركبه مش من صوب الورك. الورك من فوق الريسيفر هيدا المبينين موجود تحت الجلد، وعم شوف كيف العظم عم بيبعد عن بعضه نتفه ونتفه بطريقه الكترونيك، صار بكبسه زر. دكتور، معنا فيديو ايضا بيفسر هلا بنشوف على الفيديو بنشوفها كثير واضحه. الفرق انه هون اذا حب يتسلى الواحد الريموت كنترول كبس زياده تيطول حاله اكثر من 1 مليمتر لانه اذكى من غيره، وهون خطر لان اذا طول حاله اكثر من 1 مليمتر بيندار، ما بيقدر يعملها لانه الريسيفر ذكي والترانسميتر كل 24 ساعه معير بتايمر ما بيعمل الا 1 مليمتر. حلو كثير، يعني هون مش مثل الوسائل القديمه. الوسائل القديمه اللي هو بيعمل ميكانيكمون حب يطول حاله زياده، بدل ما يعملها 50 مره بيعملها 150 مره، تطول حاله 3 مليمتر، بيعمل مشاكل ليه؟ لا عم تشد العصب بشكل نو ما بيبقى في التواء لانه ماشي على السكه، بس بينخاف انه اذا طولت حالك بسرعه. نعم. شديت على العصب عشرين بلش يحس بتنميل بجري للعصب كأن عم تقرصي للعصب، أو بخف الدم اللي عم يجي على الشرايين والعصب بيضرروا بشكل كبير، وأيضا العظم اللي ما بيكون لحق يربى مثل ما لازم مفروض ويتعبى المواد اللي لازم يتعبى فيها. هل إذا شخص صغير بالعمر عمره 16 17 18 20 سنة 25 سنة لعمر 30 سنة بيضل يلحق يعمل عظم بسرعة؟ دكتور، نحن بدنا نذكر أنه هالعملية ما في منها ولا بأي بلد من العالم إلا الإلكترونيك. نعم. بألمانيا. نعم. وهل قريبا بدنا نبلش بلبنان فيها؟ نعم. لأن احنا مع حضرتك. ايه طبعا اكيد. يعني ما حدا احتاج، يعني بامريكا ما بيعملوها هالعملية الالكترونيك، بفرنسا ما بيعملوها، بكل بلدان العالم ما بيعملوها، بس بألمانيا بتنعمل. نعم. وهلا بنشوف الفيديو. عم نشوف. شفنا هلا حطينا كلو من الركبة بنثبته ببرغيين فوق وبرغيين تحت، بنحط الريسيفر من هوني، بنقص العظم فوق الركبه بتقريبا شيء 8 سنتيمتر او 10 سنتيمتر، وكل يوم عم نطول العظم نتونس فيه. هيدا الشخص مش عم نطول له القامه تبعيته، عنده فرق بين اليمين والشمال تقريبا شيء 8 سنتيمتر. نعم. طولنا 8 سنتيمتر وعبينا عظم بعد 80 نهار
تعبى العظم، وبعدين وقتها بيلحم يعني تقريبا بعد سنة منشيل الكلو مثل ما شفنا بهالفيديو، وصار الشخص عنده اجريب طول بعضه. منشيل الكلو، منشيل طبعا الريسيفر وكل هالاشياء اللي وطول هون بتنقول مثلا طولي 8 سنتيات، لان هيدا شيء مرضي كان عنده طبي مش تجميلي. اذا يعني تجميلي فينا نستعمل الاثنين حكيين، ممكن تجميلي فينا نعمل ميله، بنرجع بنعمل الميله الثانيه. برجع بذكر انه العمليه ما بتوجع، ما فيها وجع مبدئيا، ما فيها سايد افكت. 24 ساعه 48 ساعه بالمستشفى بس، وبيقدر الشخص بعد فتره صغيره نبلش يمشي، وبيقدر يكفي حياته المهنيه اذا كان بالجامعه. على كل دكتور لجميع التفاصيل بيقدروا يتصلوا فيك تحت الهواء. نحن بنشكر وجودك معنا وهالمعلومات الدقيقه اللي اعطيتنا اياها. اهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور بيير جميل. بريك مشاهدينا، وراح نتابع MTV Alive.